بنرحب بحضراتكم من جديد، لسه مكملين معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، مستمره مع حضراتكم لغايه الساعه 10 صباحا. خلاص ايام بتفصلنا عن حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، واللي بتعتبر واحده من اهم الجوائز الامريكيه في صناعه السينما والدراما. هي المختلف السنه دي هو وجود مصريين ضمن لجان التحكيم للمره الاولى، في تجربه مختلفه جدا ومشرفه الحقيقه. معانا دلوقتي عبر زوم عضو لجنه تحكيم جولدن جلوب الاعلامي والفنان ميكو سعد. صباح الخير عليك يا ميكو، اهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. اهلا بيكي واهلا بحضرتك وباسره البرنامج، واهلا بمصر، وصباح الخير يا مصر، وصباح الخير على كل الوطن العربي. صباح ميكو سعد الخير، بحييكم. اهلا بيك. طيب يعني بنتكلم انه ميكو، انت سافرت تقريبا لندن من حوالي 3 سنين وكانت بدايتك هناك، ودلوقتي انت بقيت عضو لجنه تحكيم في جولدن جلوب. اوكي. يعني انا سافرت هوليوود من 3 سنين، سافرت نقلت هوليوود هوليوود من 3 سنين. من 3 سنين. بس انا الاول كنت عايش في لندن. طيب يعني رحلتك ابتدت ازاي؟ يعني بس يعني اعتقد انه المسيره برضو لو بصينا ليها من منظور عدد السنين، يعني انت عملت انجاز. والله بنحاول، هي مصر دايما ولاده، ودايما عندنا الناس بتحاول تعمل حاجه، ومهم جدا الناس تفتح الطريق للناس اللي بعد منها، تقول لهم ان حاول حد اوصل. هو مشوار طويل بس مشوار حلو ومميز، وانا مبسوط بيه لان بعمل كل حاجه انا بحبها، واي حاجه بروح ورا منها الحمد لله بحققها. وانبسطت، يعني كنت انا محظوظ ان انا يعني قضيت وقت في 3 دول مهمين جدا، واللي هي ابتداء بمصر، وتعلمت في مصر دي كتير، ومشيت من مصر عندي 17 سنة، وبعد كده كملت حوالي 18 سنة في لندن، وبعد كده نقلت أمريكا. فال3 دول أثروا فيا جدا وأثروا في مشواري، وأنا مبسوط جدا بالمشوار إن هم في ال3 دول لأن هم غنيين جدا بالفن. وخلاص يعني وصلت هوليوود، فالموضوع الحمد لله عظيم. طيب إزاي بقى تم اختيارك كعضو في لجنة التحكيم؟ دلوقتي هو لايك جولدن جلوب او رابطه الصحفيين الاجانب في هوليوود، هي من اصعب المؤسسات ان انت تخش فيها، لان هم اصلا كانوا قبل ما احنا نخش السنه دي كانوا هم 85 عضو. فهم دائما كل سنه بيعملوا زي تخش بتعمل ابلكيشن وبتقدم، وهم بيبصوا ويريفيو او بيبصوا على الابلكيشن بتاعك ويشوفوا انت عملت حاجات تستاهل ان انت تبقى موجود هنا ولا لا. فطبعا السنه دي قدمت ابلكيشن، بص على الكريدنشال، بص على الشغل اللي انا عملته، وسالوني قالوا لي انت عملت الشغل ده فين؟ شغلك طلع في قناه ولا على يوتيوب؟ لان لو شغلك طلع على اليوتيوب بس مش هياخدوك، هو لازم حاجه تكون ليها علاقه بالصحافه، ولازم تكون ليها علاقه بهوليوود ان سيم تايم. فانا كنت غطيت الاوسكار قبل كده، وغطيت البافتا بلسان مصري، ودي ما حصلتش كتير. فعشان كده كان عندي الكريدنشال اللي هي تخليني اقدر اخش هناك واقدر اقول لهم انا استحق اكون هناك. فانا قدمت وكله كنت سايبه على الله، والحمد لله اتقبلت، يعني من ضمن 21 نفر. واحنا دلوقتي حاليا المؤسسه كلها 101 شخص، وهم ال 101 دولت هم اللي بيصوتوا في التحكيم بتاع جولدن جلوب. زي مثلا اوسكار، الاوسكار 9000 عضو، احنا بس 100 بس، فده اللي بيفرق الجولدن جلوب عن اي حد تاني. طيب ميكو، بالنسبة لك ايه هي المعايير اللي انت على اساسها بتقدر انت تقيم عمل او تختار عمل؟ بصي انا هقول لحضرتك على حاجة، الموضوع شيق جدا لانك بتشوفي افلام من كل حتة في العالم، وساحات القواعد، المعايير والقواعد بتتكسر قدام قصة كويسة، بتتكسر قدام حاجة تخطف قلبك، حاجة كده بتكون جاية من القلب فبتخطف. هو عامه بيبقى فيه طبعا الحاجات اللي هي التصوير، الشكل، الموضوع، بس في الاول والاخر مهما كان اللي بيكسب هو القصه، لان احنا لايك الممثلين دولت او سوري صانعين الافلام دولت بيحكوا قصص، رواد قصص. فلو كانت الفيلم اللي كسب الاوسكار من سنتين كان اسمه باراسايت، فيلم كوري، ولا هو اكشن ولا هو سينماتوجرافي، يعني السينما التصوير بتاعه خرافي ولا اي حاجه، هو الموضوع كله عن قصه. فهي متهيألي القصه هي اللي بتغلب، فعلشان كده الواحد بياخد باله لو في قصه، لو في حاجه، ولازم تكون حقيقه، لازم بتكون، لازم اصدق اللي انت بتعمله، لازم اصدق اللي انت فيه. هو ده اهم معيار للتمثيل، للتحكيم ما بين فيلم وعمل. جميل، ده مظبوط. لكن انت بتتكلم في 101 عضو لجنه تحكيم، بالتاكيد من بلاد مختلفه وثقافات مختلفه ومجتمعات مختلفه، هل بيكون في او توافق
ما بينكم بيكون سهل على اختيار مثلا عمل معين؟ احنا ما بنختارش مع بعض خالص، وما نعرفش حاجه عن بعض، ان احنا انت اخترت ايه وانا اخترت ايه، الموضوع سري للغايه. وبنبعت احنا التصويت بتاعنا في مؤسسه سريه هنا في امريكا بره الجولدن جلوب خالص، هم بيفرزوا الاصوات بتاعتنا وبنبص، لان الموضوع هنا حرج جدا. بس هو عامه زي ما انت بتقول، زي ما انت قلت، ان هم كلهم مختلفين، وانا زي ما انا قلت لك من الاول ان القصه لو حلوه مش بتفرق، يعني ممكن بتتفرج على فيلم وانت مش فاهمه بس لسه الاحاسيس بتوصل. فالعمل الفني الكويس بيجيبك، يعني الحاجه الكويسه هي في الاول والاخر ما فيهاش كلام، لازم تختارها. طيب ميكو، انت قدمت عدد من الشورت موفيز، الافلام القصيره، وفي كمان البعض منها قدر انه يحوز على جوائز. سؤالي ليك هو انه انت شايف دلوقتي السينما العربيه، لو هسألك تحديدا عن السينما المصريه دلوقتي، شايفها عامله ازاي؟ انا صانع افلام قبل ما انا اكون في الجولدن جلوب، عملت افلام وعملت كل ده علشان انا بحب الفن وبحب الصناعه وبحب ان انا اقول حاجه من قلبي. فعشان كده كنت بعمل حاجه افلام، لان يعني بتبقى اما فيلم بيتعمل من واحد امريكي غير اما بيتعمل فيلم من واحد مصري عنده رؤيه، شاف حته ثانيه، قصص ثانيه، فكان مهم ان احنا نعمل القصص بتاعتنا هنا. بالنسبه للسينما المصريه في مصر، يعني ده موضوع مختلف تاني. السينما المصريه طول 100 سنه سينما، يعني موضوع كبير جدا جدا وغني جدا جدا. انا مش شايف ان مصر من كتر الافلام بقت زي هوليوود بتعمل كوميرشال فيلمز، وناسوا الافلام اللي هي بتعمل امباكت، او القصص بقوا بيعملوا الحاجات اللي هي بتبيع. هو ده اللي انا كنت بحاول اتكلم فيه من الاول، في فرق من الافلام اللي بتبيع والافلام اللي بتعيش. في افلام وفي افلام فيها قصص ما بتجيبش، مش كل الناس بتحبها. انا شايف ان السينما المصريه كانت شغاله على الكوميرشال بقى في اخر 25 سنه 30 سنه، الحاجات الكوميرشال اللي هي بتبيع، اللي فيها الافلام المهرجانات او الافلام اللي هي الناس اللي بتحبها وبتحب تخشها بس ما فيهاش قصص حقيقيه تتلمس. بس دلوقتي السينما المصريه والسينما العربيه، بس السينما المصريه بالذات رايحه في اتجاه جامد جدا، لان السوشيال ميديا غيرت الموضوع وخلت عندنا صانعي افلام مثقفين حرين. الاول كانوا بيبقوا مربوطين بالاستوديوهات او بشركات الانتاج المعينه، انت لو مش مع السبكي مش هتشتغل، او انت لو مش مع المتحده مش هتشتغل، او انت لو مش مع، فالسينما كانت ضيقه على الناس. يعني المجال مفتوح دلوقتي اكتر، عايز تقول كده؟ طبعا مليون بالميه، ومش بس في مصر، موجود الكلام ده في امريكا. يعني الاول كان لو انت مش مع ورنر برادر او انت مش مع يونيفرسال مش هتعمل فيلم، هتبقى بس اندبندنت. بس دلوقتي لا، ممكن تعمل فيلم تقدمه على نتفليكس، والفيلم ممكن تعمل حاجه مسلسل، فالموضوع اتفتح اكتر بكتير، وده شيء كويس لصانعي الافلام، لان هنشوف قصص احنا ما شفناهاش قبل كده. طيب ده اهميته ايه بقى؟ يعني انت دلوقتي بتتكلم في ان السوشيال ميديا، احنا برضو بقى عندنا منصات الكترونيه وبنعرض عليها اعمال فنيه، شايف ده اهميته في ايه؟ ازاي بنقدر نستغله في اننا نعرف الناس بالفن المصري والفن العربي كمان؟ هو الفن المصري للناس اللي بتفهم، في ناس كتير عارفاه، يعني حتى من بره مصر في ناس عارفه قيمه السينما المصريه ايه، عارفه الناس اللي في مصر عملت ايه. بس زي ما حضرتك بتقول، المنصات عطت فرص لصناع افلام اكتر بدل الاحتكار على صناع افلام معين. دلوقتي انت لو انت كويس، وسيله جديده بتقدم. لا يعني بيخلي الناس تشوفك. يعني دلوقتي معلش، انا ممكن ابقى قاعد هنا في نتفليكس قاعد بتفرج على مسلسل عربي، ممكن بكون قاعد في اي منصه مثلا شاهد ولا اي منصه، في منصات كتيره، وكل المنصات دي ممكن ابقى قاعد عليهم وبتفرج على حاجه منتج، يعني منتج مثلا زي سوسايد سكواد، سكويد جيم، اللي هو المسلسل الكوري اللي اتعمل، حاجه زي دي، مسلسل كوري عن العاب الناس بتوع كوريا زمان، ملوش دعوه بيا خالص، انا اتفرجت على المسلسل واستمتعت. لو كان نتفليكس والمنصات دي ما كانتش موجوده، ما كنتش حاضر اشوف حاجه زي دي. صحيح. يمكن احنا فعلا خدنا خطوه، وبقى في منصه مصريه وهي ووتشت، وفيها طبعا اعمال كتير جدا كمان. طب ميكو، يمكن وانا بتكلم معاك انت كلمت في نقطه موجوده الحقيقه لكل الناس اللي بتعمل في مجال صناعه السينما، وهي دايما مصطلح بنسمعه هو افلام المهرجانات، او الافلام الكوميرشال زي ما انت بتقول، او الافلام اللي يمكن الناس بتحبها اكتر. انت شايف انه في الوقت اللي جاي ممكن يبقى في، نوصل للمرحله انه عندنا في افلام مهرجان
افلام مهرجانات او مهرجان كان محلي او عربي او عالمي الناس كمان تقدر تكون مستوعباه وفاهماه ومستمتعه بيه؟ هو كلام كلام جميل جدا. هو انا من رايي ان دايما مهما كان لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع دايما هيفضل في افلام دايما. ودلوقتي خصوصا الاول الناس كانت بتتفرج على افلام عشان الافلام جايه من ستريم واحد بس وكنا بنتفرج على الفيلم ده يعني. كلنا اتفرجنا على رامبو، كنا اتفرجنا على ترمينيتور، بس دلوقتي في ناس بتحب الهورر بس، في ناس بتحب الرعب بس، في ناس بتحب المهرجانات بس، في ناس بتحب القصص الحقيقيه. فعندنا اذواق كتيره وعندنا اشياء كتيره لكل اللي عايز يختار، وهو ده اللي المنصات بتحاول تعمله، ان هي بتحاول تدي لك وفره كتيره عشان تختاري منها. ولو في قصه مهرجان، افلام مهرجانات او افلام كوميرشال، لو في قصه حقيقيه، ما هو العمل لازم يكون قصه حقيقيه تلمسني، يكون انترتينر، حاجه ترفيهيه يعني بتفرج عليها للترفيه، فلازم تكون كده او كده. لو العمل ما جاش كده او كده ممكن هيشتغل، ممكن هيخش السينما بس مش هيعيش. يعني انا وانت ممكن نقعد دلوقتي نتكلم على افلام اسماعيل ياسين، ممكن نقعد نتكلم على افلام احمد زكي، بس الافلام بتاعت المهرجانات مش هنتكلم عليهم لان ولا واحد فيهم هيعيش، ولو هيعيش مش هيعيش للناس اللي هي لينا للاسف. بس هو ده ليه ناس وليه ذوق، وما نقدرش نقول عليه حاجه وحشه ولا حلوه، بس لان طيب في الاول والاخر شايف التواجد المصري او التواجد العربي في المهرجانات العالميه ازاي؟ شايفه ازاي؟ لا انا عايز اقول حاجه، انا جدا 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 جدا, جداً مبسوط بالموجه الجديده بتاعت صناع الافلام المصريين، على راسهم محمد دياب وعمرو سلامه، وطبعا دلوقتي لعمل ريش عمر، دولت مبسوط بيهم جدا لان هم عمالين بيعملوا حاجات قصص اللي بتعجب الناس بره. يعني هم ما بيعملوش حاجه للمواطن العربي او المواطن المصري، بيعملوا حاجه من القصص من عندنا توصل، زي محمد دياب وصل بافلامه لفينيس، عمرو سلامه وصل برضو لكان والاوسكار. يعني في حاجات كده، هو في محاولات من صناع افلام مصريين بيوصلوا في حتة اماكن، فطبعا في تغيير وطبعا في تقدير للسينما المصريه اكتر، خصوصا دلوقتي المسلسل الجديد اللي على مارفل، محمد هو اللي عمل له اخراج محمد دياب، وان شخص مصري يخرج عمل امريكي دي في حد ذاتها، يختار العمل الامريكي دي في حد ذاتها شرف كتير، شرف كبير لمصر وللسينما المصريه. طبعا الاعلامي ميكو سعد احنا نشكرك شكرا جزيلا ومبارك لك انك يعني خلاص عضو لجنه التحكيم في جولدن جلوب، نشكرك شكرا جزيلا. هي شاذلي يمكن هو اتكلم في نقاط كتير مهمه، لكن انا بس عندي حاجه بسيطه جدا. انا شايفه ان الافلام، عشان لو هنتكلم عن تواجد المصري في السينما او في المهرجانات العالميه عفوا، مش شرط انه لازم يكون فيلم موجه للاودينس او للمشاهدين بره او لاعضاء لجنه التحكيم، لا ممكن يكون موجه للمصريين، ممكن يكون موجه للعرب، وكمان يوصل. وفي افلام كتير مصريه بالفعل كانت موجهه لينا احنا وقدرت ان هي تكون موجوده في المهرجانات العالميه. والنقطه كمان اللي انت سالتيه فيها كانت مهمه جدا، ان الفيلم لازم يعيش، الفيلم عشان يعيش لازم فعلا كل الناس تفهمه، ما يبقاش فيلم للمهرجانات صحيح. فقط. فاحنا المهم او اللي احنا عايزين نشوفه ان يكون في فيلم مصري مناسب لكل المجتمعات، لكل فئات المجتمع ولكل المجتمعات. لانه بمنتهى البساطه انا بعمل فيلم ياثر في الناس، انا مش لا اؤثر فقط في اعضاء لجان التحكيم اللي هم بالفعل عندهم ثراء ثقافي وفاهمين اكتر، انا لا انا عايزه اثر في الناس اكتر يعني.